فلتقرع أجراس الميلاد لتذكر العالم بأن الرحمة هي روح العيد. مثل كل عام بدأت التحضيرات في مدينة بيت لحم استعداداً لاستقبال العيد المجيد بفعاليات مميزة لإيصال رسالة الميلاد من عدل، محبة وسلام. اليوم قد استقبلنا حارس الأراضي المقدسة لنبدأ بإطلاق فعاليات أعياد الميلاد المجيدة وقداس القديسة كاثرينا غدا في كنيسة القديسة كاثرينا بيت لحم. في تمام الساعة 11:30 ستبدأ الفعاليات بافتتاح سوق الميلاد السنوي. رسالة بيت لحم لهذا العام في احتفالات أعياد الميلاد المجيدة هي الرحمة هي روح أعياد الميلاد المجيدة. الرحمة كلمة لها المعاني الكثيرة، ولكن أضفنا للرحمة في هذه الظروف القاسية رسالة شباب وأطفال فلسطين. أطلقت رسالة واحتفالات الأعياد الميلادية المجيدة خلال مؤتمر صحفي في بلدية بيت لحم للإعلان عن فعاليات هذا العام والإجراءات التنظيمية التي سيتم اتخاذها لإيصال رسالة الفلسطيني من المحبة والصمود في ظل الأوضاع الصعبة إلى العالم بنجاح. ستسجل هذا العام تميز في سير الاحتفالات لأعياد الميلاد، وإن شاء الله بتكون من أهم السنوات اللي فيها تميز وفيها صورة مشرقة عن واقع الشعب الفلسطيني اللي باستمرار كل مكوناته معنية بإنجاز أعياد الميلاد بشكل يليق في بيت لحم وفي فلسطين. بمدينة بنك عاصمة البلاد نصرخ ونطالب العالم أن يسمع صرختنا، صرخة الحياة وليس صرخة الموت التي تحيط في بلادنا وفي العالم. نريد الحياة، فمن هنا انبثق الخلاص للعالم، ومن هنا نرسل نور الميلاد إلى أطفال العالم. بدأ كل شيء من تلك المغارة في بيت لحم التي خرج منها المسيح لينشر رسالة الرحمة والإنسانية وليعطي الأمل لمن هو محتاج له. تستعد مدينة بيت لحم لاستقبال الأعياد المجيدية من تزيين شجرة الميلاد وغيرها من المظاهر التي اعتدنا أن نراها في كل عام إحياءً لرسالة المسيح من المحبة والسلام. من مدينة بيت لحم لتلفزيون القدس رباعي ياش.